بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي تلاميذ اولياء امور الصف الرابع الابتدائي، اهلا وسهلا بيكم. معكم مستر عمرو مديان. ان شاء الله هنبتدي مع بعض شرح الكونسبت 3 الليسون 1، وعاوزين نفهم بالفكره الاساسيه دي الكونسبت ده. طبعا الكونسبت ده هنلاقي اول حاجه ان هو بيكلمني على رينيوبل انرجي ريسورسز، اللي هي مصادر الطاقه المتجدده. طيب مصادر الطاقه المتجدده دي اللي احنا قلنا زي مين؟ زي الويند، زي الووتر، زي اللي هو السولار انرجي. تمام. طيب هنستخدمه في ايه؟ في بشكل اساسي نستخدمه في جنريتنج الكتريستي، في اللي هو توليد الكهرباء. تمام. طب الكونسبت اللي فات كان بيتكلم ايه؟ كان بيتكلم على النون رينيوبل انرجي ريسورسز، وبالاخص كان بيتكلم على الكول والناتشرال جاز، وبرضه دورهم في توليد الكهرباء، لكن لقينا ان لهم اضرار جسيمه على صحه الانسان وكمان على البيئه. فالكونسبت اللي فات كان مركز اكتر على النون رينيوبل انرجي ريسورسز، انما في الكونسبت ده اللي احنا هنركز على الرينيوبل انرجي ريسورسز. فهنا هنلاقي الليسن الاولاني منقسم او بيتقسم لجزئين. اول حاجه ان احنا هنتكلم على الويند ميلز اند ووتر ميلز، اللي هي طواحين الهواء او طواحين الرياح وطواحين المياه. تمام. و او اللي هي التوربينات بقى، وهنعرف بالظبط. وتاني حاجه ان احنا هنتكلم على اليوزنج انرجي فروم ذا سن، وهنعرف اللي هو السولار انرجي وحاجه اسمها راديانت انرجي او راديشن. يعني الموضوع باذن الله شيق جدا، اهم شيء ان انتوا تبقوا فاهمين الليسون ماشي ازاي او الكونسبت بشكل عام. طبعا كالعاده احب انبه ان بيكون عندي في الاول كيف كابري، المصطلحات بتبقى جديده وبالاخص اللي بيبقى لونها مميز ده، و في اخر الليسون بيبقى عندي تجميع للجيف ريزون والوات هابن. لازم ان احنا نتعود على المهاره بتاعها بحيث ان احنا نقدر باذن الله نتمكن منها بشكل كويس ان شاء الله. ويلا بينا نبتدي اللي هو شرح الليسون، وباذن الله تستمتعوا بيه وتستفادوا منه بشكل كويس باذن الله. بيقول لي the renewable energy، الطاقه المتجدده. يعني ايه كلمه renewable energy او طاقه متجدده؟ قال لي this means that it not run out faster than we use، يعني مش بتنفذ باسرع من استخدامنا ليها. As they use in different ways to generate electricity، كمان ان هم بيستخدموا في بطرق كتيرة لإنتاج الكهرباء. المهم نرجع ان احنا نقول اللي هو موضوع ال non-renewable، قلنا اللي هو cannot be replaced as quickly as we use it، يعني ما بتتجددش بسرعة. ده دي مين؟ ال non-renewable. انما renewable بيقول لي not run out faster، يعني اللي هي مش بتنفذ بسرعة. تمام. وان هي ممكن تتجدد في وقت قريب جدا زي الرياح وزي المياه وطبعا اللي هي الشمس. تمام. المهم احنا هنتكلم على موضوع استخدام الـ Renewable Energy Resources في Generating Electricity على وجه التحديد. من اهم الحاجات اللي احنا عرفناها قبل كده وتم استخدامها في انتاج الكهرباء هي كانت حاجة اسمها Solar Panels، اللي هي الالواح الشمسية. تمام. وده الشكل بتاعها. قال لي دي بتستخدم Renewable Energy Resource متمثل في Solar Energy to generate electricity which used to light streets, houses, operate machine، أي حاجة من دي. وكنا استخدمناها كمان في Mars Rover، وكمان كانت في الكالكوليتر. كل دي كانت بتعتمد على Solar Panels. تمام. في حاجتين جداد هنتكلم عنهم إن شاء الله في الكونسبت ده، حاجة اسمها Wind Turbines واللي هو Water Turbines. تمام. خلي بالكم دي نطقك صحيح، Turbines توربينز بالعربي اللي هي اسمها التوربينات. ده شكل الويند توربين وده اللي هو الووتر توربين، لكن نخلي بالنا دول الشكل المودرن ليهم، احنا ناخد اللي هو اشكال قديمه. ليه؟ لان اللي هو المودرن دي يوزد تو جنريت الكتريستي، سواء في الويند توربين او ووتر توربين، بالاثنين بيطلعوا كهرباء. تمام. انما القديمه كانت بتستخدم لاغراض ثانيه هنتكلم عنها ان شاء الله. المهم الويند توربينز يوزد تو جنريت الكتريستي باي يوزنج كيناتيك انرجي، طاقه الحركه بتاع مين؟ طبعا ويند، لانها ويند. اوكي. الووتر توربينز يوزد تو جنريت الكتريستي باي يوزنج كيناتيك انرجي بات اوف ووتر، اللي هي للميه. قديما كان بتقال او على اللي هو الويند توربين والووتر توربين كان بتقال عليها ويند ميل اند ووتر ميل. تمام. خلي بالنا دي اللي هي الاشكال القديمه بتاع الاولد ويند ميلز، اهي طواحين الرياح. تمام. لان احنا قلنا هو استخدامها القديم كان اللي هو كراشينج جرين، اللي هو طحن الحبوب، وده برضو الاولد ووتر ميل اللي هي برضو بتستخدم في كراشينج جرين. انما الاسم الحديث بقى بتاع الطواحين دي، تمام، اللي هي المودرن ويند توربينز واللي هو المودرن ووتر توربينز. اوكي. يعني القديم بيتقال عليه كلمه ميل،
ماشي، سواء ويند ميل او ووتر ميل. انما الشكل الحديث اللي هو توربين، سواء ويند توربين او ووتر توربين. الحاجات القديمه بتستخدم في كراشنج جرينز، انما الجديده او الحديثه بتستخدم في جنريتنج الكتريستي. اوكي، فهنا هيعمل لي كومباريزون ما بين الويند ميل اند ووتر ميل، ويند ميلز اند ووتر ميلز. هنا بيقول ايه، hundreds of years ago اللي هو مئات السنين قديما، people need the machines to make their life easier، كانوا بيحتاجوا اللي هم الالات عشان يخلوا حياتهم تبقى ايه، تبقى اسهل. اوكي، طب for example people used windmills and watermills اللي هي طواحين الرياح وطواحين المياه، which helped them to grind grains اللي هم يطحنوا الحبوب، to make flour عشان يصنعوا الدقيق. تمام، فدلوقتي هنبدأ نعمل comparison ما بين اللي هي طواحين الرياح wind mills and water mills. طب ايه هي point of comparison او نقاط المقارنة بالنسبة لي؟ قال لي هنتكلم على ال energy used، الطاقة المستخدمة في الطواحين دي، وال advantages المميزات، وال disadvantages اللي هي العيوب. اول حاجة بالنسبة لل energy used في ال wind mills، طبعا هتبقى الـ energy used هي الـ wind movement، حركة الرياح. wind mills هتبقى تعتمد على الرياح. generate بتولد ايه؟ kinetic energy، طاقة حركية. الطاقة الحركية دي بتستخدم بايه بقى؟ قال لي which moves the mills blades، blades اللي هي الشفرات، الشفرات اللي هي واد الدراعات دي. تمام، بس طبعا ده الشكل اللي هو التوربين اللي هو الشكل المودرن، هنتكلم بقى على الشكل القديم. لو احنا كده نبص على الشفرات اللي هو هتلاقي الحاجات اللي بارزة منها دي. اوكي، دي طبعا بتساعد الهواء او الويند بتساعد في حركتها. تمام، بعد كده بيقول لي then kinetic energy transfer to other parts of the mill اللي هي بتروح لأجزاء تانية داخل الطاحونة نفسها، to crush the grain عشان تساعد في اللي هو طحن الحبوب. تمام، ده بالنسبة للwind mill. نفس الموضوع للwater mill، بس بدل ما تبقى الwind movement هتبقى water movement اللي هي حركة الماء، برضو بتعمل generate لإيه؟ للkinetic energy. كيناتيك انرجي بقى موفز ذا ميلز بليد اللي هي الشفرات برضو بتاع الطاحونه بتاع الميه. تمام، وبعد كده الكيناتيك انرجي دي هتتنقل ل other parts of the mill to crush the grain. طب نيجي نشوف شكلها. تمام، اللي هي الشفرات يعني اللي هي المقصود بيها الاجزاء دي يا اولاد. تمام، ان الميه لما تيجي عليها تبدا تحركها، والحركه دي او الكيناتيك انرجي تتنقل لاجزاء ثانيه، الاجزاء الثانيه دي متوصله بحاجات تبقى وظيفتها اللي هي تعمل كراشنج جرين اللي هي طحن الحبوب. تمام، يبقى عرفنا الطاقه المستخدمه او الانرجي يوزد سواء في الويند ميلز او الووتر ميلز. طب بالنسبه للادفانتجز او اللي هي المميزات، قال لي الاثنين ليهم نفس الادفانتج ان هم لو كوست اللي هي تكلفه بسيطه، وبعد كده اللي هي renewable energy resources اللي هو مصدر طاقة متجدد، يعني not run out مش بينفذ quickly ما بينفذش سريعا، وكمان can be replaced as soon as it used، بيعاد او اللي هو بيمكن تعويضه بسرعة جديدة، يعني اللي هو تقريبا موجودة كل يوم الرياح لحد ما المية، وكذلك السولار انرجي. اوكي، طب disadvantages اللي هي العيوب، قال لي sometimes احيانا the wind doesn't blow اللي هي الرياح لا تهب، يعني ما بيبقاش في كميه رياح كفايه، so the wind mills don't move لان هي بتعتمد على الويند موفمنت عشان تطلع الكيناتيك انرجي اللي هي بتحرك البليدز، والكيناتيك انرجي اللي هي سبب حركه البليدز دي بتخلي حاجات تانية تتحرك عشان تعمل كراشنج جري. يبقى كده so they are unable يعني غير قادره على تمام to do their job. بالنسبة للووتر ميل ساعات برضو بيقول لي the water supply اللي هو المحتوى بتاع المية او كمية المية may dry up اللي هي تجف، يبقى الرياح ممكن doesn't blow اللي هي لا تهب يعني ما تجيش يعني، انما الووتر سبلاي ممكن يحصل له dry up اللي هو يجف، so the water mills don't move مش هتتحرك لانها برضو بتعتمد على الووتر موفمنت عشان تجيب الكينيتيك انرجي وهكذا، so they are unable to do their job مش هتبقى قادرة على أداء وظيفتها في الكراشنج للكرين.
هنا لو جينا عملنا comparison بقى ما بين ال old wind mills اللي هي طواحين الرياح القديمة and modern wind turbines اللي هي توربينات الرياح الحديثة، ده شكلها القديم وده شكل الحديث. قال لي أول حاجة they used wind as energy resource، بتستخدم الرياح كمصدر للطاقة، وهتلاقي هنا برضو they used wind as energy resource كمصدر للطاقة اللي هي الطاقة اللي هتيجي بعد كده الكيناتيك انرجي منها طبعا عن طريق تحولات الطاقة. يبقى احنا كده نقدر نعرف ان الاتنين متشابهين في الحكاية دي، ان هما الاتنين بيستخدموا ال wind as energy resource. تاني حاجة لو جينا نبص هنا بيقول لي they have openings، عندها فتحات in their blades في اللي هي الشفرات، انما هنا don't have openings in their blades مفيش اللي هي فتحات في الشفرات. تمام، هنا ممكن نلاحظها ان في اماكن عشان الهواء يعدي منها، انما هنا لا. okay they have more blades، more blades يعني اللي هي شفرات اكتر، لو انت لاحظت هنا هتلاقي four blades، انما هنا لو جينا نبص هنلاقي 3 بليدز، يبقى مين اللي عنده شفرات اكتر؟ هي ال old wind mills، يبقى they have more blades than those of modern wind turbines، انما هنا have fewer، يبقى عكس كلمه more fewer، هنا اقل اللي هي شفرات اقل that of old wind mills. طيب بالنسبه للطول قال لي they are shorter than the modern wind turbine، يعني هنا قصيرة، إنما هنا they are taller than the old wind mill، يبقى خلي بالك دي في عدد الشفرات أكتر لكن في الطول أقصر، وهنا في عدد الشفرات أقل لكن في الطول أطول. طب بالنسبة للفانكشن بتاعها قال لي they used in crushing grain في طحن الحبوب، إنما هنا they are used in generating electricity في إنتاج الكهرباء. كذلك هنعمل comparison between old water mills اللي هي طواحين المياه القديمة and modern water turbines اللي هي توربينات المياه الحديثة. هنا سواء دي أو دي they use the movement of water، بيستخدموا حركة المياه as energy resource، إنما وبرضو كذلك هنا بيستخدم movement of water، إنما هنا بالنسبة للفانكشن they used in crushing grain، بيستخدم في طحن الحبوب، إنما هنا used in generating electricity. خلي بالكو إحنا في آخر درس في concept 3.2 كنا خدنا comparison كده، إن إحنا لما بنستخدم اللي هي renewable energy resources like اللي هي ال wind وال solar energy والووتر انرجي بتبقى بتتكلف مور ماني او كوستس مور ماني، صحيح؟ بالظبط. هتقول لي طب ما هو ده الكلام يا مستر عكس اللي احنا لسه قايلينه من شويه لما جينا اتكلمنا على الويند ميلز والووتر ميلز، قلت لي ان هي بتكلف لو كوست. ممكن في الحاجات القديمه اللي هي الميلز القديمه كان بيتم استخدام حاجات بدائيه خالص فما كانتش بتبقى فيها اي تكلفه، انما لو جينا نبص للاشكال اللي هي الحديثه منها التربينز سواء الويند تربينز او الووتر تربينز، تحس ان الاجهزه مكلفه اكتر فعلا عشان خاطر تقدر تستخدم اللي هو الرينيوبل انرجي ريسورسز اللي احنا عليها، وده يعني اللي احنا قلنا عليه، وده طبعا يعني تفسير بسيط للنوت اللي خدناها في اخر ليسون في كونسبت 3.2. ودلوقتي هنتكلم على النص الثاني من الدرس زي ما اتفقنا، اللي هو using energy from the sun او استخدام اللي هي الطاقة الشمسية اللي هي اسمها solar energy، وهنعرف تفاصيل عنها كتيرة وشيقة ان شاء الله. اول معلومة عندي هنا بيقول لي the sun is the main source of energy on the earth، اللي هي الشمس وتعتبر المصدر الرئيسي للطاقة على الارض. طيب ليه؟ قال لي as it provides us with light and heat، اللي هي بتمدنا بالضوء وكمان معاها الحرارة. تمام، وان طبعا living organism needs the sun to survive، اكيد يعني طبعا النباتات هي اللي بتحتاج الشمس بشكل قوي الاول عشان تقدر تعمل عملية اسمها photosynthesis، عملية البناء الضوئي، وتكون اكلها لنفسها وكمان للكائنات الاخرى، وكمان بتطلع لنا غاز الاكسجين اللي احنا بنعيش عليه وهكذا. تمام، فالكائنات الحية ما تقدرش تعيش من غير اللي هو الصن. تمام، طيب خلي بالنا بقى اول سؤال جيف ريزون at night اللي هو خلال الليل when the sun is not visible، لما الشمس تكون غابت او غير واضحة in the sky you can feel warm، برضو بتفضل حاسس بالدفء. طيب ليه؟ هنا السبب بيقول لي because، ايه هو السبب؟ the atmosphere، atmosphere اللي هو الغلاف الجوي بتاع الارض. يعني ايه الغلاف الجوي؟ ده طبعا بيبقى اللي هو سطح الارض و
في هنا حاجة اسمها اتموسفير، والاتموسفير ده اللي هو الهواء والمكونات بتاع الهواء، لحد ما بنوصل لنهايته، وبعد كده بنبقى دخلنا للسبيس اللي هو الفضاء. تمام، طبعا ادي الشمس موجودة في الفضاء، فاللي هي بتعمل ايه؟ بتدينا light and heat. اوكي، فهنا بيقول لي الاتموسفير absorb energy from the sun، اللي هو الغلاف الجوي اللي هو الهواء بمكوناته زي ما قلنا بيمتص الطاقة بتاع الشمس. كذلك برضو اللي هو land and water، اللي هي land يعني اليابسة، water يعني المياه، on the earth's surface برضو absorbs energy from the sun، هي كمان بتمتص الطاقة اللي جاية من الشمس. طب وبعد كده بيقول لي which cause a rise in the earth's temperature، ده بيسبب ارتفاع في درجة حرارة الأرض، يعني الهواء امتص الحرارة أو اللي هو الطاقة بتاع الشمس، وكذلك اللي هو اللاند والووتر امتصوا الحرارة بتاع الشمس، فبناء عليه حتى إذا كانت الشمس مش موجودة أو اللي احنا مثلا في الليل، يبقى برضو بما إن هي الحاجات أو المكونات دي كلها امتصت الـ energy from the sun، يبقى ده في النهاية هيسبب rise in the earth's temperature، ارتفاع في درجة الحرارة. تمام، يعني إيه؟ يعني خلينا نحس بالwarmth اللي هو الدفء. هنا بقى عاوز يكلمني اكتر ويفهمني يعني ايه solar energy، فهنا ممكن يقول لي تعريف السولار انرجي the energy coming from the sun، اللي هي الطاقة الناتجة او اللي هي بتأتي من الشمس، اسمها solar energy، اللي هي بتحتوي ايه؟ على light and heat. ممكن نشيل كلمة heat ونحط مكانها thermal، thermal اللي هي حرارية، from the sun. طب خلي بالك بقى، دي معلومة جديدة عندنا خالص. بيقول لي the solar energy that produced from the sun contain a type of energy، يعني السولار انرجي تحتوي على نوع آخر من الطاقة اللي هي اسمها ايه؟ radiant energy، اللي هي طاقة الإشعاع. تمام، أو حاجة يا ولاد اسمها radiation اللي هو الإشعاع، وده اللي بيخلي الضوء إن الضوء يقدر يمشي في السبيس لحد ما يوصل ل اللي هو الأتموسفير ويدخل لكوكب الأرض. تمام، إن اللايت ده بيكون فيه radiation. تمام، طب الراديشن ده موجود فين؟ قال لي موجود in the sun rays اللي هو أشعة الشمس. يبقى كده في معلومة جديدة عرفناها، إن السولار إنرجي اللي هي جاية من الصن جواها اللي هي أو فيها sun rays، والsun rays دي جواها نوع تاني من الطاقة اللي هي اسمها radiant energy أو radiation. تمام، دلوقتي هنبدأ نتكلم على uses of solar energy اللي هي استخدام الطاقة الشمسية أو الاستخدامات المتعددة بتاعها. أول استخدام للسولار انرجي إن هي بتبقى direct source of thermal energy، يعني إيه direct؟ مباشر، source مصدر مباشر. يعني إيه مصدر مباشر؟ يعني تقدر أنت تستخدم الشمس كمصدر للطاقة اللي هو حرارية، عاوز تتدفى شوية أو كده زي الولد ده أو كده، تمام، إن هو بيستخدم اللي هي الشمس مباشرة. فهنا بيقول لي solar energy can be used directly، إن هي ممكن تستخدم مباشرة as a source of thermal energy. امتى؟ قال لي when exposing yourself to the sun rays to feel warm، لما تعرض نفسك للشمس، ماشي، وبالذات في الايام اللي هي الشتويه، تقف كده في الشمس بحيث ان انت تبقى محتاج ان انت تتدفى شويه، عشان كده السولار انرجي اللي هي coming from the sun بتعتبر direct source of thermal energy. تمام، طيب ايه تاني من الاستخدامات بتاع اللي هو السولار انرجي؟ دي حاجه مهمه قوي يا ولاد، بنشوفها كده على في الارض الزراعيه وبالذات وفي الطرق واحنا ماشيين. هنا طبعا انت بتبقى ماشي في الطريق وعلى جانبي اللي هو الطرق الزراعيه او اللي هي الارض الزراعيه، فبتبدا تشوف حاجه كده اللي هي اسمها الصوبه الزجاجيه او اللي هي اسمها جرين هاوس، البيت الاخضر او بنقول عليها الصوب الزجاجيه. ايه فكرة الجرين هاوسز دي؟ بمنتهى البساطة هي حاجة بتتبنى وسط الارض الزراعية بهدف ان هي تحبس الحرارة جواها. طب ليه بتحبس الحرارة جواها؟ لان انا عندي فيه كروبس اللي هي محاصيل، المحاصيل دي only group بتنمو فقط in warm climates، في اللي هو المناخ اللي هو الدافئ. تمام، طب انا في محصول مثلا عاوز انتجه او ازرعه و احنا في فصل الشتاء مثلا، مفيش اللي هو شمس بنسبة كافية ان هو يبقى موجود في الارض الزراعية مباشرة، فروح ابني له الجرين هاوس ده. فهنا بيقول لي الجرين هاوس allows the entry، بتسمح بدخول السولار انرجي especially radiant energy اللي هي طاقة الاشعاعية that come from the sun اللي هي جاية من الشمس. Then the radiant energy اللي هو الإشعاع أو الطاقة الإشعاعية دي بتتحول لإيه يا ولاد؟ خلي بالكم، تحول لـ thermal energy لطاقة حرارية.
that warm inside the greenhouse اللي هي بتسبب دفء داخل الجرين هاوس، وده بيساعد في ايه؟ اللي help farmers بيساعد المزارعين to the plant groups that only grow in warm climate اللي هم يعملوا زراعة للمحاصيل اللي هي بتنمو في اللي هو ال warm climates أو المناخ الدافئ. تمام، يبقى دي هي الفكرة بتاعها. يعني في الجرين هاوس بيتم تحول ال radiant energy into thermal energy، ده تحول طاقة مهم جدا. كذلك ممكن نستخدم السولار انرجي ان وارمنج هاوسز. يعني ايه وارمنج هاوسز؟ اللي هو تدفئة المنازل. تمام، هنا بيقول لي houses can built in a way بتبنى بطريقة that enable the energy of the sun to warm them. طيب ازاي نقدر نبني بطريقة تخلي أشعة الشمس تدفي البيوت دي؟ قال لي by placing large windows on the wall that face the sun most of the day. يعني ايه؟ ان احنا نضع large window اللي هي النوافذ الزجاجية on the wall that face the sun most of the day. يعني بمعنى اصح لما يكون عندي اللي هو تصميم البيت مثلا، تمام، عارف ان الشمس بتبقى ليها او بتبقى موجودة في الناحية دي بنسبة اكبر، فاحط اللي هي نوافذ تسمح بدخول اللي هي الحرارة فتساعد اللي هي في تدفئة المنازل، وده يمكن بنلاحظه في الدول الاوروبية اكتر. تمام، بعد كده cooking food، ودي مهمة جدا اللي هو طهي الطعام. طيب ازاي استخدم السولار انرجي في اللي هو طهي الطعام؟ في نوع من المرايا يا ولاد زي ما احنا شايفين، ده مش طبق دش، ده كده مش طبق دش، امال ايه؟ دي حاجة اسمها concave او converging mirror. ايه هي converging mirror؟ اللي هي المرايا المجمعة. تمام، او المرايا المقعرة. اعرفها ازاي دي؟ عارف انت المعلقة بتاعتك اللي انت بتاكل بيها؟ ايوه، شوف المعلقة دي كده بتبقى فيه جزء مقعر وجزء محتب، حاجة اسمها كونكيف وكونفكس. المهم احنا يلزمنا مين؟ الكونكيف اللي هو الجزء الداخلي ده. هي بقى المرايا شبه اللي هي مقعرة كده، فبيبقى ليها القدرة ان هي تجمع وتركز اشعة الشمس. يعني بمعنى صح الاشعة بتاع الشمس تنزل هنا 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 كده وتروح منعكسة كلها على الاناء ده. قال لي use to collect، تجمع focus وتركز، وتركز يعني تجمعها في نقطة واحدة. sun rays to heat metal pots ان هي بتسخن الاواني المعدنية and cook the food inside them. طب بيقول لك convergent او concave mirror are، هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن curved mirror اللي هي مرايا منحنية زي ما احنا شايفين كده، اللي هي منحنية للداخل. اخر استخدام معايا بالنسبة للسولار انرجي قال لي heating water اللي هو تسخين الماء. يبقى احنا استخدمناها في cooking food وكمان heating water. تمام، هنا في cooking food كنا استخدمنا concave mirror او convergent mirror اللي هي curved mirror. طب بالنسبة لي heating water، في اولاد حاجة عندي اسمها solar water heater. solar water heaters يعني ايه؟ اللي هي سخانات المياه الشمسية، دي ترجمتها كده على بعضها. ده المنظر بتاعها solar water heater. مالها بقى؟ قال لي made of panels اللي هي مصنوعة من ألواح. الألواح دي متصنعة من ايه؟ يعني اللوح ده كده متصنع من ايه؟ قال لي black pipes. يعني ايه black pipes؟ اللي هي أنابيب سوداء. طب ليه لونها اسود؟ عشان تمتص اشعة الشمس بنسبة كبيرة جدا. تمام، لان اللون الاسود بيمتص الاشعة بشكل اكبر من الابيض، لان الابيض بيعكسها مش بيمتصها. المهم البانل دي made of black pipes can be placed on the roof of houses، بنحطه على سطح المنزل. طب ليه؟ قال لي to heat the water when it passes through this pipe. بمعنى اصح ادي المية متخزنة في التانك اهو. تمام، دلوقتي لما التانك ده المياه تنزل منه وتعدي على البايبس دي هيحصل لها اللي هو تسخين. بيقول لي to heat water when it passes through this pipe then the heated water is stored in the water tank to be used later اللي هو بيستخدم او بيتخزن في اللي هو السخان عشان يستخدم فيما بعد. تمام، يبقى هي دي الفكرة بتاع الهيتنج ووتر واللي هو التركيب بتاع السولار ووتر هيتر. ودلوقتي أسئلة الـ give reason والـ what happened. أول سؤال بيقول لي humans use windmills and water mills from hundreds of years ago. طبعا احنا بتكلمني الاستخدام الرئيسي في الماضي because they helped
them to grind grain and make flour اللي هو بتساعدهم في طحن الحبوب وإنتاج الدقيق اللي هو بيخش بقى في الأكل اللي احنا بنستخدمه أو اللي كانوا يستخدموه ولحد دلوقتي طبعا. تاني حاجة بيقول لي modern water turbines are connected to generator، يعني اللي هي توربينات المياه الحديثة بتبقى متوصلة بالمولدات طبعا عشان تطلع لي ايه electricity. دي هي الفكرة، ان الجينريتور ده حاجة محتاجة تتحرك عشان خاطر ان هي تطلع طاقة اللي هي الكهرباء وتمشيها في الأسلاك. تمام، هنا بيقول لي sometimes the sun is not visible in the sky but you can feel it it's warm، تقدر تحس بالدفء بتاعها. ده قلنا خلال الشرح. هنا بنقول because the atmosphere land and water of earth بتعمل ايه يا اولاد، absorb thermal energy of the sun، بتمتص الطاقه الحراريه اللي هي جايه من الشمس، which cause increasing in the earth's temperature، يعني زي ما تكون الطاقه كده بتتخزن او بتبقى تضل موجوده فيها بنتيجه امتصاص الاجسام ديت للميه، هنا للحراره للاسف. هنا بيقول لي some electrical devices have solar panels which composed من of solar cell، اللوحه الشمسيه اللي بتبقى فيها خلايا شمسيه. هنا بيقول لي to absorb the solar energy coming from the sun and convert it into electrical energy، وزي ما احنا قلنا كان اللي هي الكالكوليتر على سبيل المثال. So اللي بعده بيقول لي what happens if the wind doesn't blow in an area that contain many modern windmill، طبعا الويند هي اللي بتحرك البليدز عشان تقدر بعد كده تحرك التوربينز وتعمل لي electricity، يبقى windmill don't move and also don't generate electricity. السؤال اللي بعده بيقول لي sunlight falls on solar panels of some street lights، يبقى هنا برضو the solar energy is converted into electrical energy، بس هنا انت حددت لي ان السولار بانلز دي موجوده في الستريت لايتس اللي هي الاضواء بتاع الشارع، which cause the light posts light up اللي هي العواميد الاناره ان هي تنير او ان تشتغل يعني، ودي تبقى طبعا حاجه جميله جدا وموفره للتكلفه وكمان اللي هي طاقه نظيفه. هنا بيقول لي sunlight falls in greenhouse اللي هو البيت الاخضر او الصوبه الزجاجيه، طبعا greenhouse absorbs the radiant energy from the sun، هو بيمتص الراديانت يعني انا محتاج الطاقه اللي هي الاشعاع، and convert it into a thermal energy طاقه حراريه to allow farmers عشان اللي هم المزارعين to plant crops which that grow in warm climates في الاجواء الدافئه. وبكده بفضل الله تعالى انتهينا من شرح الدرس الاول، اتمنى باذن الله تكونوا استفدتوا منه. هو درس كان دسم شويه، انما الدرس اللي جاي ابسط كتير، وهو طبعا بيبقى تكمله او بناخد فكره زياده جديده على السولار انرجي او اللي هي الويند او اللي هي الووتر ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله انتم تعملوا لايك للفيديو وشير عشان تساعدوا على انتشاره وتحقيق استفاده منه ان شاء الله لزمايلكم، واتمنى باذن الله دعوه حضراتكم لوالدي والجميع من المسلمين بالرحمه والمغفره، وأن ربنا يرفع عنا البلاء عن الأمة الإسلامية جميعا إن شاء الله. شكرا لكم، كان معكم مستر عمرو مديان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.